اهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن ان ازاي بنختار تري معينة عشان نعمل تحكم عليها. افترضنا مثلا في ديستريشن كولوم شبه هنتكلم عن ايه ده، انه عندنا فيد و كوندنسر برفلكس درام برفلكس فلو الديستليت والبوتومز هنا والريبويلر بالستيم فلو. لو انا دلوقتي عايز احط تمبريتشر كنترول، عايز اتحكم في درجة حرارة بتاعة تري معينة، واحنا قلنا عايزين نتحكم في درجة حرارة اللي قبل كده عشان خاطر درجة الحرارة بتعبر عن الكومبوزيشن. يعني انا اصلا عايز اعمل كنترول على الكومبوزيشن، ده الاساس في الموضوع، الاساس ان انا عايز اتحكم في الكومبوزيشن بتاع التري دي، فبتحكم في الحرارة بتاعتها او بريفير بالحرارة بتاعتها. فزي ما كنت شرحت قبل كده انه لو الحرارة بتاعتنا، لو الحرارة تري تمبريتشر مثلا بتزيد، ده معناه انه الكومبوزيشن is getting heavier، معناه ان انا التري ده بدأ يتقل ازاي، يا اما الكومبوننت الخفيف بيقل او الكومبوننت التقيل بيزيد، بس في الاخر خالص ال total composition بتاع التري دي انه بدا يروح انه يبقى اقل اكتر، فده بيعبر عنه البويلنج بوينت بتاع التري دي ان هي بتبدا تزيد، او معناها ان التمبريتشر تري بتزيد. فزي ما قلنا ان احنا نتحكم في الحراره في الديستليشن كولوم بهدف ان احنا نتحكم في الكومبوزيشن. بس هو السؤال بقى، احنا هنختار انهي تري، على اساس ايه هنختار تري ونقول ان احنا عايزين نتحكم في الحراره بتاعتها؟ عاده الديستليشن كولوم في الغالب مش بيقل عن 10 تري مثلا، يعني ممكن يزيد عن كده، ممكن يكون اقل من كده بس في حالات قليله قوي، لكن وبيزيد عن كده بكتير طبعا على حسب الكولوم. بس انا هتحكم في انهي حراره بتاع انهي تري بالظبط. في الفيديو هتكلم على طريقتين او يعني فكرتين اساسيتين تقدر يدوا لك انديكيشن او مفهوم تفهم منه فكره ان احنا ازاي بنتحكم او بنختار الحراره اللي هنعمل عليها تحكم. الطريقه الاولى اللي هنسميها ماكسيمم سلوب كريتيريا، عايزين بس نوضح نقطه انه التريات مثلا لو هنرقمها هنرقمها من فوق لتحت زي كده، مثلا انه التري اللي من التوب دي هنسميها تري نمبر 1 و2 وهكذا لحد تري نمبر n، فبنعد من فوق لتحت. في بعض السيستمز بتعد من تحت لفوق، بس يعني عشان بس نوضح، وانا هنا في المثال ده هعد من فوق لتحت، تري واحد هتبقى فوق وتري ان او whatever عدد التريز هيكون لتحت، تمام. فال اقل درجة حرارة في الكولوم طبعا هي بتكون في التري رقم واحد، يعني التري رقم واحد وما يليها من هنا، يعني دي اقل نقطة فيها درجة حرارة طبعا عشان خاطر الرفلكس وده الاساس انه البروفايل بتاع الديستليشن كولوم بيكون اعلى درجة حرارة من تحت وبتقل كل ما نروح لفوق. فلو احنا رسمنا كيرف الشكل ده، لو افترضنا يعني ايديال الدنيا بالمضبوط، فدي التمبريتشر من ناحية دي ودي عدد التريز من ناحية، زي ما قلنا اقل درجة حرارة في الكولوم هتكون في تري رقم واحد وبعدين هتبدأ تزيد لحد ما توصل لتري ان اللي هي تري في البطن. لو بصينا على الكيرف ده هنلاقي فيه منطقتين دي ودي، المنطقتين دول الحرارة متتغيرش فيهم تغير كبير، زي ما انت شايف هنا الحرارة بتتغير تغير بسيط وهنا نفس الكلام. ده علشان خاطر حاجة أساسية انه الكومبوزيشن في آخر شوية تريهات ما بيتغيرش تغير كبير، بمعنى تاني انه عملية الفصل اللي بتحصل، احنا قلنا هنا مثلا الفيد A زائد B، فتركيز A كل ما بيطلع هنا A اعتبرناه هو الأخف و B هو الأتقل، فتركيز A كل ما بنطلع لفوق هو اللي بيزيد، لكن لو خدنا زي ما بنقول كده زي تحليل مثلا التري رقم 2 غالبا هتلاقيها مثلا 0.95، وتري رقم واحد هتلاقيها مثلا 0.98، فالفرق ما بين الاتنين 0.03 بس. معنى كده انه
فرق درجة الحرارة ما بين 3.2 و 3.1 هيكون قليل جدا. زي ما قلنا انه الحرارة بتعبر عن الكومبوزيشن، فالتغير في الكومبوزيشن اللي انت شايفه هنا قليل جدا، اللي هو 0.03 مثلا، فده معناه ان في فرق درجة حرارة هيكون برضو قليل جدا. عشان كده دي المنطقة دي مثلا، ما نفترض انه اول 4 تريهات مثلا او 3 تريهات الحرارة فيهم مش هتتغير تغير كبير. كذلك الامر في البوتوم بالنسبة للكومبوزيشن بتاع بي، لما بننزل لتحت في التريهات الاخيرة دي هيكون هنا كومبوزيشن برضو يعني 0.9 مثلا 0.9، وهنا 0.92 مثلا 0.93، فمعناه انه الفرق برضو قليل، ومعناه ان احنا برضو هيكون عندنا منطقة قريبة منها تكون فلات، او انه تغير في درجة الحرارة هنا بيكون قليل قوي، نسبية التغير هنا هيكون قليل قوي، بيكون كذلك الامر هنا. هعمل حاجة بسيطة خالص اشوف فيها السلوب، السلوب اللي هو الميل بتاع الكيرف اللي احنا رسمناه ده، هيعبر بشكل ما على نقطة فيها تغير كبير في درجة الحرارة. فلو خدنا مثلا النقطة او الكيرف اللي انا الخط اللي انا رسمه هنا ده، طبعا ده سلوب بتاعه زيرو، مفيش سلوب خالص، خط مستقيم، يعني مفيش تغير في الحرارة خالص. فالنقطة دي او كذا تري دولة مفيش تغير فيهم في الحرارة خالص. لكن لو رسمنا كيرف تاني في النقطة دي هلاقي فيه ميل طبعا، بس مش ميل كبير. ورسمنا كيرف تاني لاقي ميل بس مش ميل كبير. رسمنا نقطة تاني لاقي ميل. كل ده كل ما بنزود الميل كل ما تعرف انه في تغير كبير في درجة الحرارة. اللي انا عايز اقوله انه عند الماكسيمم سلوب ده، ماكسيمم يعني الميل، اقصى ميل حققناه هنا، ده معناه انه اقصى تغير في درجة الحرارة بيحصل. معناه تاني ان الانترسكشن ده او التقاطع ده هنا مثلا عند التري دي، التري دي تري مفصلية او تري اساسية في عملية الفصل، يعني تري بيحصل عليها فصل بكمية كبيرة، او تغير الكومبوزيشن من التري اللي قبلها للتري اللي بعدها بيكون عالي جدا. فعشان كده التري دي لو احنا عايزين نتحكم في الحرارة من ناحية البوتوم هيفضل ان احنا نتحكم في التري دي. وكذلك الامر لو احنا رسمنا كيرف بالشكل هنا الشكل ده، فالتري دي هي افضل تري انك تتحكم فيها في الحرارة، علشان خاطر الماكسيمم سلوب اللي بيحصل هنا. الماكسيمم سلوب هنا يعبر عن تغير درجة الحرارة مع التري نمبر. فعند التري دي تغير الحرارة دي تغير كبير شوية بالمقارنة بالتريهات التانية دي، فده معناه انه التري دي بيحصل فيها تغير في الكومبوزيشن بشكل كبير، وده معناه برضو ان انا لو اتحكمت فيها بتحكم في الديستليشن بشكل افضل. لو رسمنا كيرف الترو ديستليشن مش ايديال، غالبا النقطة اللي هتحصل فيها ان الفيد تري بتعمل ديستربنس شوية للبروفايل بتاعة البريتشر، فالتمبريتشر كان ماشي كده بس الفيد درجة حرارته عالية شوية، فزود الحرارة بعدين استبلايز التاني. لو عملنا نفس الكلام رسمنا كيرفات، فاحنا شايف هنا مثلا ان التري دي في الكيرف اللي انا شايفه ده، التري دي هي the most sensitive tray، sensitive لتغير الحرارة. بمعنى تاني انه الكومبوزيشن بيتغير من التري دي للتري دي بشكل مفصلي او بشكل كبير جدا. فافضل نقطة اتحكم فيها في الحرارة هنا من التوب تري، من التوب سكشن هي دي، وافضل تري اتحكم فيها من البوتوم سكشن اللي هي التري دي. الطريقة دي اسمها ده ماكسيمم سلوب كريتيريا، ومعناها زي ما قلت انه بندور او بنرسم مع الكيرف كذا خط مماسي، وبنشوف الميل اقصى ميل هيتحقق فين، هتكون دي التري المناسبة اكتر للتحكم في الحرارة. الحقيقة طبعا الطرق الادفانسد مش بالطريقة دي او مش بتتحكم بالطريقة دي، لكن هي نفس الفكرة او بتديك نفس المعنى. بمعنى لو انت جبت هايلي ديزاين ديستليشن كله برضو بطريقة تكنولوجية رهيبة، يعني مهما كان عمل اناليسز هتلاقي في الاخر خالص انه هيحكم برضو في
في حتة من دولي، لأنه هو الأساس في الموضوع كده إن أنت عايز تحكم في تري يكون فيها عملية الفصل ذات معنى أو ذات قيمة يعني. لأن أنت لو تحكمت في تري هنا مثلا، تحكمت في تري دي، هتلاقي إشكالية إنه ممكن البروفايل يتغير تماما، سواء كده أو كده، وأنت مش حاسس لأن أنت بتحكم في الحرارة دي. تغير البروفايل طبعا ده معناه تغير في الكومبوزيشن، ف هياخد وقت على ما يتحكم وهيبقى بطيء جدا ومش هيبقى افكتيف. لكن لو اتحكمت في درجة حرارة مفصلية زي اللي احنا بنتكلم عليها دي، دي اول حرارة هتحس بالتغير او هيبدأ يحصل عليها تغير هي كمان في الحرارة بناء على الكومبوزيشن، وبناء عليها تاخد انت اكشن او الكنترول بتاعك هياخد اكشن عشان يعالج الديستربنس اللي حصل ده. الطريقة التانية هي طريقة اسمها تري سنسيفيتي اناليسيس. موضوع انه لو انت عاوز تعرف حساسية التري للتغير اللي هتعمله بالكنترول، فانك بتعمل ستيت تشينج في التغير بتاعك ده. بمعنى تاني ان انت في ديستليشن كولوم زي ده بتثبت كل البارامترز، بتثبت كل البارامترز يعني الفيد بتاعك ثابت وكل حاجة ثابتة، بعدين بتزود الرفلكس وبترسم بروفايل قبل، بروفايل تمبريتشر قبل، والبروفايل تمبريتشر مع تري نمبر طبعا بعد ما غيرت في الرفلكس فلو بشكل ستيب تشينج. يعني مثلا الفلو اللي هنا كان 20 متر هتزوده مثلا 25 متر بشكل ستيب مرة واحدة، وهتشوف بقى التغير ده اللي انت عملته أثر على التريهات ازاي. فان احنا بنغير زي ما قلنا في الرفلكس، تشينج الرفلكس فلو، ميجر اجين ذا بروفايل، سي ذا موست افكتد تري ويز ذا تشينج. فاحنا لو رسمنا كيرف مثلا، اللي كان ده الكيرف غالبا اللي هيكون مثلا قبل ما نعمل التغير، دي نقطه الفيد تري، ده الفيد تري اهي. خلي بالك الكيرف اللي بنرسمه ده تري نمبر اهو مع التمبريتشر، يعني بنشوف البروفايل مع التري رقم واحد هنا اهو لحد التري رقم ان بالشكل ده، والحرارة فأقل نقطة حرارة هي تري رقم واحد. تري الفيد شوية بتعمل ديستربنس برضو على حسب، ممكن ديستربنس يكون تحت أو أعلى على حسب أنا رسمه بشكل يعني اعتباطي، لأنه مش مؤثر أوي في القصة بتاعتنا. وآخر تري هتبقى كده وهي على درجة حرارة. اللي هيحصل لما تزود، احنا بنتكلم على الكيرف ده الأسود ده قبل ما نغير الرفلكس، ده الكيرف اللي كان موجود. اول ما هتغير الرفلكس طبعا هيحصل ان الحرارات هتقل، فالكيرف خد شكل تاني زي ما انت شايف كده انه الحرارات بتاعتك قلت عليه. طيب ايه الفكره هنا بقى؟ الحرارات قلت طبعا مش هتقل بالتساوي، يعني زي ما انت شايف كده في الفرق ده ما بين الكيرفين دول يختلف تماما عن الفرق ده، فبتطرح الاثنين من بعض الفرق اللي حصل في البروفايل ده وبترسمه مع بعض. فلو رسمت تغير الحرارة قبل وبعد مع الرفلكس هتلاقي يطلع لك كيرف كده بالماينس طبعا، لان انت الاساس بتاعك ان الحرارة بتاعتك قلت عن الطبيعي. فلما تلاقي النقطتين دول دي الفيتري محصلش فيها تغير كبير، عشان الفريش فيد اللي بيحصل عندك على طول، فالنقطة اللي حصل فيها اقل او اكتر تغير هي دي افضل تري تعمل عليها كنترول. يعني ده تري نمبر مثلا، اول تري رقم واحد اهي حد تري رقم ايه اللي احنا بنرسمه هنا الدلتا تي، الحرارة حصل فيها ايه. قلنا التغير ده هنعتبره سويت تشينج، فمثلا هنعتبره بواحد مفيش مشكلة، فنشوف بس تغير الحرارة، الحرارة عملت فرقت قد ايه. فبتفرق على تري معينة بشكل زي كده وتري برضو في البوتوم بشكل زي كده. فالاثنين تري دول هما اكتر اثنين تري سنسيتيف لتغير الرفلكس، ويفضل لو هتعمل كنترول هتعمل كنترول عليهم في المنطقه دي. طبعا ده ما تكونش مش بالضروره ممكن يكون دي تري محدده، ممكن تكون 3 تري او 2 تري، يعني مش لازم تكون تري واحده. احنا ممكن نعمل اثنين كنترول على اثنين تمبريتشر ونسلكت ما بينهم، يعني مش هتفرق معانا. بس احنا المعنى الاساسي انه ان النقطه دي
او النقطه دي كانت نقطه مفصليه في الديستليشن كولوم ده عشان نتحكم في الحراره بتاعتنا. فيفضل لو هنحط كنترول هنحطه بالطريقه دي. ده من ناحيه الريفلكس. نفس الكلام هتعمله من ناحيه الديوتي بتاع الريبويلر. ان احنا هنعمل تسخين. لو رجعنا تاني للكولوم هنعمل ستيب تشينج للتسخين. نفس الكلام هنسخن هنا، هنزود الفلو بتاع الستيم اللي رايح للريبويلر بشكل ستيب، وعلى اساسه هنشوف بروفايل جديد للحراره. يعني احنا عملنا بروفايل قديم اللي هو هنا في الشكل اللي احنا رسمينه ده، هو الشكل الكيرف الاسود ده. الكيرف الاسود ده هو البروفايل قبل ما نعمل تغيير. تمام. بعد كده هنعمل تغيير ان احنا هنزود الريبويلر ديوتي بشكل ستيب، فهيحصل فيه انه البروفايل هيعلى. طبعا انك عملت تسخين للكل، بس هيعلى بشكل عامل ازاي؟ غالبا برضو زي ما قلت نفس الطريقة، انه هيطلع نقطتين فيهم تغير اكبر من الطبيعي، فهنعمل الفرق برضو هيطلع بالشكل ده. طبعا الفرق هنا هيطلع ناحية البوزيتيف عشان خاطر احنا زودنا الحرارة. فنفس الكلام دي من اول تري رقم واحد لحد تري رقم ان. التريات بتعدها كده، ده التوب بتاع التاور، ده البوتوم. فالحرارة هتبدأ تزيد في نقطة وترجع تقل هنا عشان الفيد تري. نفس الكلام بعد كده هترجع تزيد تاني هنا وتستقر. النقطتين دول نقسمهم، النقطة دي والنقطة دي، هما أكتر نقطتين سنسيف تقدر تتحكم فيهم في الحرارة. طبعا الكلام ده شكل رسمه بشكل ايديال، لكن هو بيتختلف من كولوم لكولوم. ممكن تبقى تري تتاثر اكتر بالتانيه، تكون في الاول هنا او هنا، على حسب البروفايل بتاعك، على حسب البروفايل بتاعك وعلى حسب البرفورمانس. فمجملا يعني الطريقتين دول زي ما قلت برضو، الطريقتين دول مش بيتعملوا باليدوي زي ما انا بعملهم كده، هما بيتعملوا بانسد اناليسيس كبيره جدا، لكن غالبا هي هتديك نتائج قريبه من النتائج دي. فانت كمفهوم ليك انت تبقى فاهم اشمعنى هو اختار التري دي. فغالبا هو هتكون التري دي بتحقق له الماكسيمم سلوب زي ما قلنا في الطريقه الاولانيه، الماكسيمم سلوب اللي هو هنا وهنا، وبرضه هتكون السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه بالشكل اللي احنا رسمناه، سواء ان احنا شفنا السنسيتيفيتي اتجاه الريفلكس والسنسيتيفيتي اتجاه الريبويلر ديوتي. لو احنا زودنا الريبويلر ديوتي او زودنا الريفلكس، زودنا التبريد او التسخين يعني في الكولوم، بنشوف التري اللي بتتاثر اكتر وبنحط عليها كنترول. يعني كده بشكل مبسط. شكرا جدا.